لما بيتردد اسم حلم طولان، وحوريك رسائل دلوقتي بس ده بعد شوية، على انه حلم طولان وليه ما يدربش النادي الاهلي، وتلاقي هناك احترام كبير جدا من قطاع كبير جدا ان لم يكن كل جماهير النادي الاهلي بالنسبة لحلم طولان، وتلاقي في انقسام ما بين جماهير الزمالك على حلم طولان. انا بتكلم صح ولا غلط الاول؟ صح. تمام. ده مش انقسام. نعم. ده نسبة كبيرة جدا. ضد. طبعا. نعم. انا راجل بتزعل بقولي. لما مفيش شك بزعل. مفيش شك، ده نادية اللي نديم. انا متربي فيه واللي انا بنتمي ليه غصبا عن اي حد يعني، مع احترام كل الناس. نعم. يعني ما يجيش شويه اولاد صغيرين من مواليد 90 و80 والكلام دوت يجي يقيمونا واحنا من 70 في نادي الزمالك. نعم. واخد بال حضرتك؟ فمش هم دول اللي هيحددوا مين الزملكاوي ومين الاهلاوي يعني. كويس. لكن انا بقول كلمه حق. ودايما بقول كلمه حق. وبعدين ولو الزمالك لو الاهلي طلبني ده شرف كبير جدا. شرف طبعا. ولو الزمالك طلبني شرف كبير جدا ان انا ادرب الفرقتين الكبار دول. نعم. حاجه يعني في منتهى القوه بالنسبه لي انا في السي في بتاعي. نعم. وبعدين طب ما احنا عندنا امثله كتير، ما كابتن جوهري راح درب الزمالك. صحيح. مثلا يعني وعمل انجازات وكل رحب بيه يعني. لكن في في في, في نفس الوقت ما انا بقول لك النادي الاهلي برضه غني باولاده، عنده مدربين كبار، عنده ناس كبيره جدا تستطيع تحمل المسؤوليه. فبالتالي يعني لكن هو شرف كبير طبعا ان يبقى اسم مطروح بهذا الشكل يعني. دايما بيبقى في سؤال على حلم طولان والمنتخبات. انا بقول حلم طولان كده ساده لانه علم. لا يعني. انت اخويا. لا علم طبعا، بتكلم على علم وعلى قيمه ربنا يخليك وقدر كبير وعظيم يعني. الله هنا هنا بقول له انت ده مصطفى ساعه الجون بتاع الضربه الحره بتاعت النادي الاهلي، ودي تاكيدا لكلام كابتن حلمي طولان. ايوه انت اللي هتشوط الفاول طبعا، وشاط الفاول ويا ريت ما شاط الفاول بس عدت على خير. طيب.